اول حاجه تنظيف نظافه، تاني حاجه عزل او فصل، تالت حاجه الطهي او التسويه، رابع حاجه الحفظ تمام او التبريد. تمام. دول اربع كلمات هم كلمه السر في سلامه الغذاء، ازاي الاكل بتاعنا يبقى سليم. لو جينا نتكلم عن النظافه، نظافه ايه؟ نظافه الشخص اللي بيعمل الاكل. على فكره مش بتكلم عن الاكل بيتعمل في البيت بس، انا بتكلم عن اكل المطاعم كمان. نظافه الشخص، الشخص ده ممكن ينقل لي امراض لا حصر لها. يعني ممكن الـ 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 الاكل يتنقل فيه امراض عشان الشخص مش عندك الالتهاب الكبدي الوبائي الف. ده بيتنقل عن طريق الاشخاص اللي عندهم الفيروس، ممكن يبقى لسه في فتره الحضانه هو ما ظهرش عليه او مش باين عليه. اي دخل الحمام طلع ما غسلش ايده مثلا. حشرات دخلت الحمام، المطبخ فيه حشرات، طلعت وقفت على الاكل. ففيروس ايه من الحاجات اللي بتتنقل بالطريقه دي؟ فيروس او سوري تايفويد. تايفويد دي حاجات قاتله برضو على فكره، يعني دي حاجات جامده، بس يعني مش بنقول عليها تسمم، بنقول عليها الامراض اللي بتتنقل عن طريق الاكل. تمام. يبقى نظافه الشخص، الشخص لازم عنده برد يلبس كمامه وهو بيحضر الاكل، ايده بتبقى نظيفه مغسوله، يبقى لابس حاجه على شعره ما يبقاش في شعر واقع في الاكل. يعني مش عيب ان ست البيت وهي واقفه تعمل اكل طالما هي عندها برد او حاجه تلبس كمامة. كمامه عشان يعني ما تاذيش افراد الاسره. بالظبط كده. تمام. نظافه الادوات اللي بستخدمها في تقطيع الحاجه. يعني ما اجيبش مثلا السكينه اللي بقطع بيها الخضار اللي هو مش مغسول واروح احطها في الخضار الفريش اللي هو المفروض خلاص مغسول وهيتقدم السلطه مثلا. بالنسبه اللي بنقطع بيها الخضار ونقطع بيها اللحمه ونقطع بيها البيض دي لسه هقولها. طبعا يعني ما اجيبش مش يعني اكيد لازم افصل بين الحاجه اللي بتعامل بيها مع اللحوم النيه والحاجه اللي بتعامل بيها مع الخضار واللحوم اللي خلاص جاهزه على التقديم. تمام. لازم افصل مش بس في السكاكين وكده، ده الاسطح نفسها. يعني الحاجه اللي بقطع عليها القرمه، الحوض بيتغسل بعد ما اتعامل مع اللحوم النيه، كل الحاجات دي بتفصل بتفرق. يعني الحاجه الثانيه نظافه المطبخ نفسه. يعني هو المفاجاه ان احنا لو دخلنا اغلب المطابخ بتاعه المطاعم مهما كانت كبيره ومشهوره مش هناكل منها تاني. يعني حاجة فيها أكل كتير وأكل متخزن، فصعب السيطرة إنك تلاقي المكان في منتهى النظافة إلا لو حاجة بقى يعني جامدة قوي واو يعني. فالمطبخ نفسه لازم يبقى نظيف. عشان كده بنقول إيه، نقلل من الأكل بر، نقلل من الأكل بر. إحنا مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل لنا. بس دايما إحنا بنتكلم عن الأكل بر مضر، لكن ما بنقولش الصراحة إن الأكل جوه البيت لو اتعامل بشكل غلط أو اتعامل بطريقة معينة زي اللي حضرتك بتقوليها برضه غلط، برضه سيء، برضه مش كويس، ممكن يحصل فيه مشاكل. يعني بستغرب مثلا من يقول أصله الزيت بره مش حلو وأنا عندي في البيت الزيت ما بغيروش. طب ما أنا كمان أنا عندي مشكلة بالعشر مرات والعشرين مرة في الطاسة وأنا بقلي فيه هو وبيبقى أسود وريحته وحشة وشغالة بيه. أنا برضه بعمل عادات يعني غذائية خاطئة ممكن تعمل لي مشاكل في ولادي طبعا.